فالحقيقه الواحد بيشوف حاجات غريبه جدا وقد ايه بيبقى مبسوط. او انا امبارح نمت كويس الحقيقه، مش قوي عشان الماتش، لكن نمت كويس لان انا نفسيا استريحت. قلت ان انا فعلا فعلا جمهور الاهلي ما بيجيش على الحكام، لانه اللي انا شفته امبارح مره تانية حكم عادل بيحكم ومش شايف اي الوان. وبالمناسبه انا سامع ان يعني كلاتنبرج هيبقى هو رئيس لجنه الحكام في اليونان، بالمناسبه هو الخبير الاجنبي المنتظر للاتحاد المصري لكره القدم. الحقيقه ده خبر انا كنت اتمنى طبعا، وانا كنت من المطالبين بوجود خبير اجنبي، ولكن ده خبر ما يفرحش قوي، لانه هي مش قصه اجنبي وخلاص. وانا بحذر من دلوقتي، كلاتنبرج ليس الاختيار المثالي لمهمة تطوير التحكيم. عليه كلام كتير جدا سواء في اليونان دلوقتي أو في السعودية قبل كده. اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد. أنا قلت من دلوقتي أهو، مش معنى أن أنا بقول أن أنا عايز خبير أجنبي يبقى أجيب أي واحد مهما كانت أو مهما كان الكلام عليه وخلاص. لا، في أسماء كثيرة جدا وأسماء كبيرة جدا في العالم محدش يقول عليهم نص كلمة، ان انا عايز تطوير. انا مش جاي ان انا اعمل قصه ان انا جبت لكم خبير اجنبي وخلاص، لا، انا عايز تطوير للشكل التحكيمي، لانه اللي احنا شفناه امبارح ده حكم بيحكم مباراه. الاهلي قد ممكن كان يتغلب لا قدر الله امبارح، لكن اتعادل من عند ربنا، لانه الكره الاخرانيه دي ممكن تخش، كانت تخش جول مره تانية، عشان ما حدش بس يقول لي انت بتقول كذا، لا. لكن في نفس الوقت ما ينفعش ان انت او ان لعيبه الاهلي امبارح في هذه المباراه، الشوط الاول كان رائع، او اول 25 دقيقه لما تيجي تقيم المباراه امبارح، اول 25 دقيقه النادي الاهلي كان كويس، ممشي كوره، ماسك كوره كويس، وبيلعب يمين وبيلعب شمال، وبيروح من ناحيه اليمين من عند محمد، وبيروح ناحيه الشمال من عند علي معلول، بيروح وسط الملعب عندنا الدنيا متماسكه، الامور جيده. الشوط الثاني الامور كانت غريبه جدا الحقيقه، غريبة جدا، على الرغم من ان انا بشوف ان الشوط الثاني برضو كان لينا ركلة جزاء، انا اسف، كان لينا اهداف كان ممكن جدا ان احنا نجيبها، ولكن لا ما جاتش. الزمالك كان ليه اهداف جاب منهم اثنين، واحنا كان لينا اهداف ما عرفناش نجيب منهم حاجة، او جبنا منهم هدف التعادل فقط يعني. لكن خليني اقول لحضراتكم ان هي النادي الاهلي عنده افضل من كده بكتير جدا جدا، لعيبة النادي الاهلي عندهم افضل من كده بكتير جدا. جزء الاجهاد ياخد منهم جزء، ياخد منك جزء طبعا، لكن ياخد منك جزء في مباريات العاديه، لكن مثل هذه المباريات اللي الكل بينتظرها سواء اهلاويه او زملكاويه، لا.